الحمد لله على كل حال بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله كسر ظهرنا والله كسر ظهرنا والله كسر ظهرنا تلاقي العجائك خينيس لا أهب ولا أهب بسم الله ونعم الوكيل يا سنة ما تطول بارك والله مشي امور العيلي والله والله العظيم مشي امور العيلي انا ذاتي قرايبيني القرايبين راحوا 12 شخص الحمد لله رب العالمين امي لهلق تحت الانقاض محسن طالعه اخويك وعم طالعه هلق اخويا الثاني كمان لسه ما طلع من تحت الانقاض عنا ولدين لأخويا الكبير وولدين أنا سحبتهم عايشين الحمد لله رب العالمين وعندي إختي وجوزة وأربع أطفال والحمد لله رب العالمين عائلتي أولادي وأولادها يعني أسري بعدهم تحت الأنقاض ما في حدا يساعدهم ما في آلات ما في ولا شيء إمكانات ولا شيء أولاد عم نسمع أصوات اللي بعدهم أحياء بس ما في شيء يطلعوا ما في حدا يطلعوا ما في آلات نناشد كل الدول نناشد الإنسانية يجوا يساعدونا يا مصيبة وقعت علينا نحن نناشد الدول كل من عنده إنسانية كل من عنده دم يتحرك كل من عنده ضمير يساعدنا ما عندنا إمكانية إحنا أطفالنا نسواننا شيابنا كلها تحت الأنقاض نحن كارثة كل طوابع نازلة فوق الأرض بشهر وثلاث شهور ما نطالعنا الميتين نحن كارثة وما بي عندنا إمكانيات شيء حسبي الله ونعم الوكيل